أيها الأخوة والأبناء، أبناء رأس الخيمة الأوفياء الصابرون على الشدة والابتلاء والبلاء، قدر علينا من حيث لا نعلم معاناة لا نزال جميعا ندفع ثمنها غاليا بعد سنين طويلة أخلصنا فيها ضمائرنا وواجبنا في بناء هذه الدولة منذ تأسيسها، ولم نلو جهدا في المحافظة على رفعة شأنها وصيانتها من يد العبث بدستورها وأمنها وأرضها ومواطنيها. لكن ما حدث من ملابسات التغيير في ولاية العهد اكتنفها الكثير من الغموض، حيث فاجأنا ذلك القرار المجحف بحقنا بعد 45 سنة من تولينا لهذا المنصب الذي بذلنا جهدنا في الإخلاص له تكليفا لا تشريفا. ومرت سنوات ونحن نعلي الصوت المطالب بإعادة الحق إلى نصابه، ولم نطرق سوى باب الدستور والقانون، وفي حوزتنا مرسوما تصحيحيا صادرا بتاريخ 24 فبراير 2004 يعيد الأمور إلى نصابها. أصدره صاحب السمو الوالد الشيخ صقر بن محمد القاسم حاكم الإمارة، حيث قمنا بتسليمه للمسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. وتكررت مطالبنا بتطبيق الشرعية في إقرار المادة رقم 3 من دستور الدولة، والتي تنص على أن لكل إمارة الحق في التصرف في شؤونها الداخلية. وكلما كنا نأمله من دولتنا أن تقوم بتطبيق هذه المادة الدستورية التي تعيد الشرعية المفقودة وفقا لهذا المرسوم، خاصة وإن الأمور في رأس الخيمة أصبحت من التردي في وضع لا يمكن وصفه أو مقاربته بأي وضع في الدولة، وربما بأبعد كثيرا منها. أيها الأبناء الأعزاء، إننا إذ نتوجه إليكم بالشكر الجزيل على وقوفكم إلى جانب الشرعية في توحيد الرأي والمطالبة بإحقاق الحق وتطبيق القانون، نؤكد لكم بأن هذا الحق الشرعي لم ولن نتنازل عنه ما طال بنا الأمد، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أبناء رأس الخيمة الأوفياء، إننا لنعلم وإنكم لتعلمون، ولكنه اختبار الإله الذي لا يريد ظلما لعباده، وله في كل شأن حكمة، ويقيننا أن ما أخذ بغير حق لا بد له من عودة بالحق، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فلتحمل كل نفس وزرها وما اقترفت يداها، لتلقى ربها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وإن غدا لناظره قريب.